بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم إخوتنا من العراق والعالم العربي وتركيا، نرحب بكم أجمل ترحيب في مؤتمرنا الصحفي هذا، والذي سنعبر فيه عن تضامننا المطلق مع إخوتنا المنتفضين في عراق العز والمجد، ونرجو أن نوفق في إيصال صوت هؤلاء المنتفضين إلى العالم عبركم وعبر إعلامكم وأشخاصكم. أولاً سأتحدث نيابة عن إخوتي في اللجنة التنسيقية للميثاق الوطني العراقي، ثم يتحدث أخي الشيخ أحمد الغانم وهو أيضا عضو في اللجنة، وإن شاء الله سنوفق في عرض لقاء مع أخينا محمد فوزي اللامي وهو من شبابنا المقيمين في أوروبا، وهو أيضا عضو في هذه اللجنة. إن الانتفاضة الحاصلة في العراق في شهر تشرين هي استمرارية لانتفاضات سابقة ضحى بها شبابنا بأرواحهم ودمائهم لكي يعود العراق إلى سابق مجده التليد والممتد 7000 سنة. بعد أن توضحت الصورة منذ الساعة الأولى لهذه الانتفاضة على أنها ثورة شعبية حقيقية، هذه المرة لا تطالب بماء وكهرباء، وإنما تطالب بنسف هذا النظام المهترئ وعمليته السياسية وأصنامه التي فرضها المحتل على العراق فرضاً. هذه الانتفاضة التي نسفت مشروع الطائفية المقيت وجعلت العراق واحدا في ربع ساعة، أول ربع ساعة فهمنا من هؤلاء الشباب ماذا يريدون، وهؤلاء الشباب فعلوا ما عجزت عنه جيوش من السياسيين والإعلاميين والمفكرين، وهكذا هم الشباب، عفويون طبيعيون لكنهم واعون، هؤلاء هم شباب العراق. فباسم اللجنة التنسيقية للميثاق الوطني العراقي نقول لهم نحن معكم قلبا وقالبا، والعراقيون معكم، لما حملتم من رسائل عظيمة للعالم وللمحتلين الشرقيين والغربيين ولكل من له مشروع خبيث في العراق. لقد بعثتم برسالة عظيمة وكأنكم تدرسونها بدرجة دكتوراه. لماذا؟ لأن قلوبكم هي التي تحدثت، لأن عراقيتكم هي التي انتفضت. فشكرا لكم وشكرا لكل من يقف معكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، ونحن لكم بعد الله السند والظهير. ميثاق
الوطني العراقي هو زبدة لجهود فكرية وسياسية منذ اليوم الأول للاحتلال، سبقنا إليه آخرون، والآن نراه في ساحات العزة والكرامة، نراه في بغداد والناصرية والنجف والديوانية وكل مدن العراق المنتفضة، نراهم يجسدون هذا الميثاق ويكتبونه بدمائهم وهم ربما لم يقرأوا الميثاق. نحن لا نقول أنهم يتبعون ميثاقنا حتى نفهم، ولكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون العراق واحدا، وأن يكون العراقيون موحدين في الداخل والخارج برسالة واضحة إلى العالم. أكرر شكري للحضور الكريم، وأعطي الكلمة الآن لأخي الشيخ أحمد الغانم ممثلا عن عشائر الجنوب، وهو يرأس هيئة عشائر الجنوب، ليدلي بكلمة لحفلكم الكريم. تفضل شيخ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، عندما نتحدث عن ما قام به الشباب في اليوم الأول من تشرين، هي ثورة عظيمة، ثورة الكرامة والعز والشرف. إنها ليست مظاهرات من أجل مطالب ضيقة كما يريد الآخرين أن يصوروها، أو البعض من أن يصورها أنه مظاهرات مطالب، وإنما هي ثورة الكرامة، ثورة ضد الظلم، ثورة ضد الحيف الذي أصاب أهلنا في الجنوب والفرات الأوسط. مع العلم أن كل السياسيين، أغلب السياسيين الموجودين الآن هم أصحاب القرار، هم من هذه المناطق، دليل على أن هؤلاء الذين جاء بهم الاحتلال إلى السلطة هم ليس من أهل العراق الذين يريدون الخير لهذا البلد، أو ليس من المنتمين إلى هذا البلد، لكن هم مرتبطين بأجندات خارجية، يخدمون أجنداتهم، يخدمون أسيادهم، ولهذا ولن يقدموا شيء إلى أهلهم في الجنوب والفرات الأوسط. عندما تحدث عن ثورة في الجنوب، إذن هناك خلل كبير في العملية السياسية التي أوجدها المحتل الغاشم. اليوم الشباب ينتفض، الشباب له مطالب أفصح عنها في اليوم الأول من انطلاق هذه الثورة. الآخر أو البعض يريد أن يسميها مظاهرات من أجل مطالب ضيقة، من أجل أمور أخرى، من أجل خدمات. لا، الشباب يرفض هذه التسمية وهذه، وإنما يطالب بإلغاء العملية السياسية، يطالب بإلغاء الدستور، يطالب بإصلاحات كبيرة تنقذ العراق من هذا المستنقع الذي وقع فيه. الآن العراق البلد العظيم، بلد صاحب الحضارة، صاحب التاريخ، 7000 سنة تاريخ العراق. اليوم العراق يعاني من ظلم وفساد في كل مرافق الحياة، ولهذا انتفض الشباب. هذه الثورة ثورة الكرامة، وكل المتفضين أبناء هذا البلد هم تربوا في دواوين العز والشرف والكرامة، هم أبناء عشائر. عندما عاشوا الظلم والفساد والمخدرات التي غزت البلد، والشباب الذي ضاع في هذا الوضع اللي قاعد يمر به البلد، نلاحظ ان الذين يشاركون الان في المظاهرات هم طلاب، خريجين، اصحاب شهادات عليا، اصحاب شهادات دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، اخرين، عمال، موظفين، كل الان مشاركين في هذه الثوره.
احنا عشناها الانتفاضة من اليوم الأول. الانتفاضة انطلقت بعد المعاناة الكبيرة، وهذه ليست وليدة اليوم. ترى تحدث الأخ الأستاذ عن الموضوع بتفاصيله، أنه ليست وليدة اليوم وإنما هي معاناة كبيرة انطلقت من الأيام الأولى للاحتلال. الشباب كان رافض الاحتلال، كان رافض ما جاء به الاحتلال، انطلقت من الأيام الأولى، وانطلقت في أيام ما كان المالكي في الحكم، انطلقت هذه الانتفاضة وهذه المظاهرات، وانطلقت في أيام العبادي، وانطلقت في هذه الأيام المباركة هي أيام تشرين. لكن مع الأسف جوبهت بقمع كبير من السلطات التي كانت تحكم البلد أيام المالكي وأيام العبادي وأيام عادل عبد المهدي. نحن عندما نتحدث عن ثور الشباب نتحدث عن مطالب تقرر مصير العراق الآن. هذه الثورة لا يمكن أن تتوقف رغم القمع الذي مورس ضدها. الشباب قدموا الكثير من الشهداء، ما يقارب لحد هذه اللحظة 250 إلى 300 شهيد، 7000 جريح. هذه مو انتفاضة، هذه مو مظاهرة. نعم مظاهرة سلمية تطالب بحقوق، وليس حقوق شخصية وإنما حقوق للعراق، للشعب العراقي، حقوق تنقذ العراق. لكن مع الأسف جوبهت بهذا القمع الذي مورس ضدها من القوى الأمنية ومن ميليشيات مسلحة أتت من خارج الحدود مدعومة وبقطاع حكومي، مارست القنص ضد المظاهرين وقتل المظاهرين، ويؤكد الكثير من المتظاهرين والشباب الذين شاركوا بالمظاهرات أن الذي قام بقتل المتظاهرين هم القناصة، وأغلبهم من الحرس الثوري الإيراني، لأن الكل اللي كان يمارس هذه العملية القمعية ضد المتظاهرين لا يتحدث اللغة العربية، وهذه شهادة من بين الشباب المتظاهرين. يعني الحرس الثوري شارك في قمع الانتفاضة، القوة الأمنية شاركت في قمع الانتفاضة، وهذه كلها الأمور جرت بقطاع حكومي وبقطاع من رئيس الوزراء وبقطاع من القيادات الموجودة في هذه السلطة. لكن هيهات لهم أن يركعوا هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب انطلقوا، والآن الانتفاضة سوف تبدأ يوم 25 في مستوى عالي جدا، ويشارك فيها كل أبناء شعبنا في الجنوب والفرات الأوسط وبغداد، ولا نستثني محافظات الغربية والشمال أيضا، هم دعم داعمين وساندين لهذه الثورة، الثورة لكل العراق. نعم انطلقت من الجنوب لكنها هي لكل العراق. تحرير العراق يشترك فيه كل أبناء العراق، لا يقتصر على فئة معينة ولا على طائفة معينة ولا على منطقة معينة، وإنما يشارك فيه جميع أبناء العراق من أجل تحرير العراق من هؤلاء الطغمة الفاسدة الذين يقبعون في المنطقة الخضراء. الحالة الحقيقة اللي تفرح هي أنه كل رؤساء العشائر والقبائل في الجنوب والفرات الأوسط
حثوا أبنائهم على المشاركة في هذه الانتفاضة. اللي كان يتحدث أن هناك خرق في المنظومة العشائرية والقبلية في الجنوب والفرات الأوسط من قبل إيران أصبح الآن أمام الأمر الواقع أن هؤلاء هم عراقيين، أبناء الدواوين وأبناء القبائل وأبناء العشائر، هم أبناء هذا البلد. لا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ولاهم إلى خارج العراق أو إلى طائفة معينة. العراق أولاً، عندما أصابهم الظلم والظلم والاستبداد من هؤلاء والتدخل السافر من قبل إيران في شؤون العراق، وأصبح القرار واضح لكل هؤلاء الشباب أنه لا سيادة للعراق، لا كرامة للعراق، لا هوية للعراق، انتفض الشباب. خلي البعض يقول من أجل مطالب خدمات كهرباء وماء، لا لا، خلي يتحدث كيف. الآن الشباب على قناعة كاملة، نحن في تواصل معهم ونعرف شنو الآن ما يريد الشباب. وعندما نقول ثورة الشباب، لأن كل المشاركين في هذه الثورة رغم أن هناك نعم رجال لكنه شباب من عمر 20 أقل صعودا، هذول الشباب عاشوا الظلم وعاشوا الظلم وعاشوا القهر وعاشوا فقدان السيادة والكرامة. ولهذا نحن في مجلس عشاء العراق العربية في جنوب العراق ساندين وداعمين بكل قوة ومشاركين في هذه الثورة. لن تتوقف الثورة إلا إعلان تحرير العراق وإسقاط كل هذه الوجوه الكالحة التي ابتلى بها العراق. وإن شاء الله النصر قريب، وأنا أطمئن كل إخواننا الموجودين إن كانوا من العراقيين في الخارج ومن إخواننا العرب أن النصر قريب والثورة مستمرة، ولن تتوقف هذه الثورة. لكن في نفس الوقت نطلب إسناد ودعم من هذه القوى، وإسناد ودعم من إخواننا العرب، وإسناد دعم من المجتمع الدولي. وأنا أشكركم وأشكر الإخوان، بارك الله بكم. الحقيقة هذا هو الصوت الذي نريده. وحين أتمعن في الوجوه هنا أنا واثق أن أصواتكم عالية كصوت الشيخ الجليل، وأعرف ما في قلوبكم لأننا تحدثنا طويلا وقرأنا وجوهكم المؤيدة لهذا الخطاب العراقي الأصيل. فشكرا لعشائر العراق ولا سيما عشائر الجنوب الداعمة لهذه الانتفاضة، الثورة، سموها ما شئتم. أرجو من الأخوة أن يتفضلوا علينا بطرح أسئلتهم واستفساراتهم. السؤال للأستاذ مكي النزال، يعني هل تعتقد القوى الوطنية اللي وقعت على هذا الميثاق الوطني أن هذا الميثاق صالح لأن يكون خارطة إنقاذ وطنية في العراق في ضوء معطيين يعني مهمين، وهو اصطدام العملية السياسية إذا صح التوصيف بالجدار، حالة استعصاب الكامل، وقناعة الرأي، إدراك الرأي العام في العراق لهذه الحقيقة. وأيضا هناك تحرك شعبي متمثل بهذه التظاهرات الشعبية التي كما أشرت نسفت المفردات الخطاب الطائفي، ويعني أشرت أو قدمت مستوى وعي وطني الحقيقة يعني متقدم جدا. لذلك كيف يمكن استثمار هذين المعطيين لبلورة خارطة إنقاذ وطنية للبلد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
أيضا كيف القوى الوطنية العراقية اللي وقعت على هذا الميثاق وطبعا أيضا بالتعاون مع قوى وطنية أخرى أن تقنع الرأي العام في العراق بهذا الميثاق بجدوى هذا الميثاق وأن هناك فعلا بديل للعراق في ضوء خطاب التخويف من قبل قوى العملية السياسية أنه أي تحرك في العراق قد يقود إلى المجهول إلى الفوضى. لا، هناك بديل وطني جاهز وقد يكون يعني هناك إجماع عليه، فهذه أيضا يعني مهمة بالنسبة لإقناع الرأي العام في العراق. وأشكرك. شكرا. الحقيقة يعني سؤالك حمل إجابته وفصلت كثيرا وأثريت الموضوع. الميثاق مطروح منذ مدة ووجدنا استجابة كبيرة من النخب واستجابة أكبر من القاعدة الشعبية، يعني بفضل الله، مع أن التواصل صعب جدا بسبب الفوضى الموجودة، كثرة تصريحات وكثرة كلام أهل السياسة، وبصراحة أكبر إعلامنا العراقي والعربي المضلل. يعني مع ذلك الحمد لله أن الرسالة وصلت والميثاق وصل، وهو كما تفضلت هو خارطة أولية، يعني هو ليس دستورا، هو خارطة أولية، خيمة للقاء العراقيين والكلام بنفس واحد هو خدمة العراق. ويمكن أن تتغير هذه الفقرات إلى تفاصيل كبيرة ليكون دستورا للعراق. ولا أخفي عليك أن هناك دساتير مكتوبة جاهزة لكنها لم نضمنها في الميثاق لكي لا نخلط الأوراق على العراقيين. رسالة الميثاق واضحة وأظنها وصلت إلى معظم العراقيين، والذين استوعبوها نسبة جيدة ليست قليلة من العراقيين. ونعم، هي الحل الابتدائي لكي تشمل الجميع تحت هذه الخيمة العراقية. نعم، لكي يكون واضحا، لن نقول نحن البديل الوطني، سنقول إن هذا الميثاق بمن يقوده في حينه. نحن لا ندري، ربما كلنا نغادر، وغادرنا اثنان من الأخوة الأعزاء، هم يعني فرصة للترحم عليهم، الحاج مجيد الكويسي والأستاذ الكبير سلمان ناصري، وهم كانوا من ضمن اللجنة التي حررت هذا الميثاق. يعني هذا الميثاق نريده أن يكون نواة للحل، والذي تفضلت به عليه أمثلة. يعني بداية الاحتلال الناس تدبرت أمرها، لأن نحن عراقيون، نحن ندبر أمرنا بحلول كثيرة، ولكن هذه الورقة أنا واثق أن الكثيرين مقتنعون أن هذه الأوراق القليلة ستكون النواة، يضعونها على الطاولة فيفصلون هنا ويضيفون هنا ويحذفون هناك إلى أن يشكلون دستورا حاكما للعراق. وهو كتبه بالمناسبة، يعني ليس فقط اللجنة، وإنما يعني حضر معنا خبراء تقريبا في كل شيء. السلام عليكم نظير الكندوري، كاتب سياسي. حقيقة تضامنكم مع المتظاهرين هو مهم وداعم كبير لانتفاضتهم، لكن الحقيقة بعد التواصل مع كثير من الناشطين في هذه التظاهرات، ما يريدون من العراقيين أو الأحرار الموجودين خارج العراق هو ليس فقط التضامن والكلمات التشجيعية، إنما تحرك سياسي لعزل هذا النظام الذي يقمعهم. يا ترى الميثاق الوطني هل كان له جهود في يعني جهود موجهة إلى الحكومات التي خارج يعني في البلدان التي هم فيها لتغيير يعني علاقتهم مع العراق؟ هل كان لهم أيضا دور في التحرك على المنظمات الدولية
توصيل رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة للضغط على النظام العراقي والكف عن هذا الاضطهاد؟ قبل يومين كان هناك مؤتمر لموضوع التغييب القسري والجرائم التي يقوم بها النظام، وذكر أحد الحقوقيين بأن هناك إمكانية لإرجاع العراق تحت البند السابع، كون أنه هذا النظام الذي يحكم في العراق فاقد للأهلية وغير قادر على قيادة عملية سياسية توفر للشعب العراقي حياة كريمة. يا ترى هل كانت لكم جهود أو هل في النية أن تتحركون بهذا الاتجاه؟ شكرا أستاذ نظير. حقيقة أبدأ من النهاية، يعني نحن لا نطمح ولا نأمل أن نعيد العراق إلى سطوة البند السابع، يعني إلا إذا كان آخر العلاج الكي، فهذا هو الكي. نحن نطمح إلى أكثر من ذلك وأحسن وأفضل من ذلك. نطمح إلى سيادة عراقية بتعاون دولي، ولا أريد أن أكون دبلوماسيا جدا، لكن أيضا لا يمكن توضيح الكثير من المسائل، الوضع حساس. الجهود، هذه الجهات الموقعة على الميثاق تعمل منذ اليوم ربما السابع أو العاشر أو اليوم 20 من الاحتلال. كثير من هذه الجهات التي وقعت كانت تعمل على النظام الدولي على تغيير مساره في العراق، ونحن مستمرون بذلك الآن كمجموعة أكبر وأقوى تأثيرا تحت الميثاق الوطني العراقي. يعني استثمرنا الندوة التي تفضلت بالحديث عنها، وتكلمنا مع أطراف بعضها دولية وبعضها مرتبطة بأطراف دولية، وكل أسبوع، يعني ولا أبالغ بذلك أبدا، كل أسبوع لنا حديث مع جهة معينة، سواء كان إعلام أو دولة أو سياسة. كما كانت لنا جولات في أوروبا، كنت أحدث أخي نوفل من فنلندا الآن، كانت لنا جولات في أوروبا، يعني تحدثنا فيها بصميم هذه القضية وحصلنا على نتيجة لأول مرة أتحدث بها، أن العالم مقتنع 100% أن العراق يجب أن يغير نظامه، ولكن كيف؟ هم يدرسون ذلك. الحقيقة المؤلمة أن الولايات المتحدة مصرة على رعاية أزلامها وأيتامها. الآن كشف آخر غطاء لهم بهذه الانتفاضة، وأنا متفائل أن اتصالاتنا المقبلة ستكون مؤثرة أكثر من اتصالاتنا السابقة، ونحن مستمرون يعني ليطمئن الجميع، ولكن ما كل شيء يعلن. يعني بعض الأخوة الحاضرين يعلمون ماذا فعلنا في جولاتنا، وطبعا يعني فينا الصحفي وفينا الناشط الذي يتحدث عبر الصحافة يوصل رسائل. هناك منذ الاحتلال إلى الآن آلاف المقالات بلغات أجنبية تعري هذا النظام، وتدري أن هذا الدرع الكبير الذي وضعه الاحتلال لهذا النظام يستوجب وقتا، لكن دماء هؤلاء الشباب أذابت هذا الدرع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا أستاذ ناظر.